وخلاه يكون معهم في الحدود من ناحية المغرب. كم جي فولي دي بوسوف إلى فولي إلى فولي كي الاستقلال في الاستقلال 1962 إلى فولي توت ليزين توت ليزين كي تي اون تران دو فابريكي لي زارم بور لي زالجيريان او ماروك كي فيزي ترافايي انفيرون 300 اوفري 300 عامل كان استقل في هذا مصنع الأسلحة اللي هي مفروض تاع الجزائر ومفروض ترجع للجزائر. سرق أبو سوف سرق أبو سوف وبعد الاستقلال بعد ما وقعت واقعة يعني بن بله نحاه من وزارة الاتصال لأنه صابوا تسربات تروح لفرنسا. شوف تروح لفرنسا. لكن نبديكم في واحد الموضوع شوية تريز امبورتون باش تعرفوا صناعة المخابرات الجزائرية في الجزائر اللي كان ما يصدقش باسكو علاه ما مش عارفينك الليد كيما نقول احنا ils donnent pas la main aux Algériens pour s'améliorer ou la bêche ils traitent ou la bêche يعني باش البلاد تزدهر. نو ils sont là pour